متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله صباحكم بكل خير إليكم. نشرة الأحوال الجوية، تستقر الأجواء اليوم في أغلب المناطق عدا أقصى المناطق الجنوبية الغربية. تكون الأجواء في العاصمة الرياض اليوم معتدلة ودرجة حرارة 21 درجة مئوية مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم والصغرى الليلة القادمة، سنبدأها شمالا من تبوك 17-8، عرعر 15-6، سكاكا 16-6 درجات مئوية. في المناطق الغربية من المملكة 30-22 في جدة، 22-13 في المدينة المنورة، 29-21 في مكة المكرمة والطائف 19-9 درجات مئوية. في المنطقة الجنوبية الغربية جازان 28-22، أبها 19-9، وفي الباحة من 16-9 درجات مئوية. أما في الإحساء فتكون 26-12، في الدمام 26-13، وفي حفر الباطن من 17-10 درجات مئوية. ختام هذه الجولة في المنطقة الوسطى، الرياض 21-11، إبريدة 16-9، وفي حائل من 13-6 درجات مئوية. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم، إلى اللقاء.